البطالة والعمالة والأشياء هذه. والقسم الآخر اهتم بالتركيز على الذات الإنسانية، مهاراتها، قدراتها، إمكانياتها، نجاحها، إخفاقها. فالمحور فيه أو المجال فيه محورين، اللي هم المجال الاقتصادي كما ذكرت، كويس، هو مجال الاهتمام بالذات الإنسانية، ويتبعها طبعا المؤسسات اللي يتبعها هذا الإنسان واللي يعمل فيها. فالمجال اللي أنا متخصص فيه في عدة شهادات هو في مجال آخر، وليس المجال الاقتصادي، هو مجال صناعة الذات، مجال كيف الإنسان هذا يحوز على احترام وتقدير ويعرف إمكانياته وقدراته لينطلق بها ويحقق ذاته في المجتمع وفي المؤسسات العاملة فيه. وربما إذا ما تحدثنا بشكل عام، هو الاهتمام بالذات الإنسانية وبخلق الذات الإنسانية سيأخذنا إلى مشروع التنمية الاقتصادية إذا ما هيأنا كادر بشري متكامل. في هذه الأيام يقوم مشروع فور شباب، سنتحدث عن التنمية البشرية، ولكن بما أن نيروز ومحمد خاضا تجربة فور شباب في الدورة التي قمتم بإعدادها، تعلمين عن التنمية البشرية نيروز؟ عندك خلفية مسبقة عن التنمية البشرية؟ لا، ما كانتش عندي أي فكرة مسبقة عن التنمية البشرية إلا كمصطلح تنمية بشرية. لكن لما توجهنا نداء عبر إذاعة ليبيا الحرة FM ولبينا النداء وجيت للمركز وسجلت وقعدت ناخذ في محاضرات للتنمية البشرية، تعمقت في موضوع التنمية البشرية، والحمد لله أصبحت عندي صورة واضحة الآن عن التنمية البشرية، أفادتني من صورة شخصية ومن خلالها حققت منفعة وأثرت للناس بصورة جماعية. يعني اللي جلبك لتجربة فور شباب أو لأن تكوني في هذا المشروع، حب استطلاع أم كانت عندك رغبة أن تكتشفي معنى المصطلح؟ هي لما أنا عرفت أن أستاذ عبد الحميد الكبتي هو اللي حيعطي التنمية البشرية، عرفت أنها هي حاجة مفيدة، لأني يعني أنا الموضوع في الدكتور عبد الموضوع هو حقيقة في الأستاذ عبد الحميد، لأني كنت نسمع دائما محاضراته اللي يلقي فيهن عبر إذاعة ليبيا الحرة، أو قبل حتى ما تكون ليبيا الحرة لما كانت بنغازي المحلية. وكان دائما هو كان واخد صورة الكهف وكان يتحدث عن آياتها ويفسر فيها وهكي، فكنت متأكدة الأستاذ هذا الشخص هذا يطلع حاجة كويسة تفيدنا، فهو اللي شوقني الموضوع اني انا نجي للمركز ونستفيد من خبرته. لكن هل في معنى التنمية البشرية نفسها ما كانتش عندي اي خلفية الا من خلال تحدثتي عن اخ الدكتور عبد الحميد الكبتي لايات سورة الكهف وشرحها من خلال اذاعة بنغازي المحلية سابقا، هذا يجعلني اعود مرة اخرى قبل ان اصل فيك محمد للحديث معك الى الدكتور عبد الحميد والحديث عن علاقة الاسلام بالتنمية البشرية، خاصة ان نحن المجتمع الليبي يعني يرتبط بالدين بشكل كبير. الحمد لله. هي تستطيع تقول علاقة حميمة وعميقة وعلاقة دافئة. يعني المعاني القرآنية، بعض الناس اللي يأخذوا في ظاهر النصوص القرآنية أو النظرة التقليدية لتفسير القرآن الكريم، يغيب عنهم هذا البعد في طيات القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، وإذا كان هو نزعنا عنا التعامل مع النفس الإنسانية فلن يكون صالحا لكل زمان ومكان. هذا واحد. نعطيك مثال بسيط لفائدة المشاهدين الأكارم في إذاعتكم هذه الطيبة. لما نقول مثلا في قصة الخضر وسيدنا موسى، دخلوا إلى أهل قرية، أهل القرية شافوا اثنين غرباء وجعانين لم يضيفوهم، هذه واحد. ثم طلبوا موسى والخضر أن يأكلوا فلم يعطوهم فأبوا أن يضيفوهما. تمام؟ موقف أهل القرية كان سلبي مع شخصيتين بارزتين أنبياء، يعني بخلاء وغاية في البخل لدرجة أنهم طلبوا منهم فلم يعطوهم شيء. مع هذا بعد هكذا فأبوا أن يضيفوهما، بعدين مشوهما النبيين الخضر وموسى، فوجدا جدارا يريد أن ينقض يبطيح، مظهر من مظاهر المدنية سلبي موجود في هذه القرية، البخلاء أهلها. فأقامه سيدنا الخضر فبناه من جديد. المعنى هنا التنموي في هذه اللقطة أن مهما تكون البيئة سلبية يجب أن تكون أنت إيجابيا. الخضر ما بوش يوكلوه
وطلب منهم ما بش يعطوه، ولقى سور او ساس او جدار موجود في كذا في قريتهم هم، فاقام من جديد. هذا المعنى يجب ان يتوسع. نقرأ في القرآن، نحن نقرأه لاستكشاف هذه التأملات وهذه الوقفات، حتى الناس يكون علاقتها بالدين علاقة انتاج. القرآن مش بس إحجابات ولا تقراه ولا تحفظه ولا، لا، هو حركة عطاء. سيدنا الخضر شاف موقف سلبي، النقطة المهمة جدا لم يتأثر الخضر، ما قالش هذي ما لو وكلونا ولا عطونا يلا البلاد مش نافعة أنا مش حندير فيها شيء، لا، كان إيجابي وقال أنا حنقيم هذا الجدار. طيب. فهناك أخي ترابط عميق جدا بين القرآن وبين التنمية البشرية، إن أحسننا إعمال عقولنا بديناميكية جديدة فيها نوع من الإبداع لإظهار هذه اللقطات الرائعة في القرآن الكريم للناس على طبق يرفع من مستوياتهم.